وإليكم هذا الفيديو لمواطن كويتي يتحدث عن معاملة العراقيين للجماهير الكويتية أيام خليج البصرة، ويوجه نداء للسلطات في بلاده بالسماح للجماهير العراقية بالدخول إلى الكويت. حسب ما تداول في السوشيال ميديا أن محافظ البصرة، إذا كان الخبر هذا صحيح، أن يقول إذا الاتحاد الكويتي والجهات المعنية رفضت دخول الجمهور العراقي للكويت، راح نعامل بالمثل أن ما راح ندخل يعني الكويت جمهور الكويت إلى العراق، راح نعامل بالمثل. إذا كان هذا الخبر صحيح حسب ما شفت يعني البوستات اللي منزلينها، فأنا أقول حق محافظ البصرة مسحب وجهي. يعني اعتذر الاتحاد الكويتي، لا تأخذوني يعني صدق، خلي مسحب وجهي. ليش أنت شكو وليش نمسحب وجهك؟ من حضرتك عشان جهة معنية؟ ماني جهة معنية، بس أنا يعني رحت البصرة وحضرت، صاحب تجربة، ورحت حضرت كأس الخليج، وحضرت 3-4 مباريات تقريبا، حضرت مباراة الكويت، وحضرت النهائي كأس الخليج اللي فازوا فيه المنتخب العراق، وشفت تعامل الشعب العراقي مع الشعب الكويتي وتواضعهم وكرمهم. شاهدينا مواطن كويتي آخر وثق من خلال منشور له أيضا موقف مر به أثناء وجوده في البصرة، وكيف رحب به مواطن بصري ولم يسمح له بالذهاب إلى الفندق، بل وأصر على استضافته في منزله. أسعدني جدا دم أهل الكويت، أسعدني جدا روح أهل الكويت. من شفت الشخص الأخ يوسف، من شفته قلت له من أنت؟ أعطاني الدم، روحة الدم ماله في وجهه أنه هو كويتي. انسعد جدا 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 بهذه المناسبة، ودعيتهم إلى مسكني، لكن المشكلة بيهم أنه قالوا إحنا اليوم رايحين وما نقدر، بينما هذا البيت هو لهم. وأتمنى لو أشوف يعني مشرط أنه يكون فلان أو فلان، لأنه عندي أنا الشخص الواحد هو يعبر عن الجميع، فحب ذا لو يجوني بعد أو يطرقون الباب وأنا أطلع للشارع وأروحن وأشوف وأفتر، بس أريد ألزم واحد يجي عندي حتى أكون قد قدمت فتشي من البصرة إلى الكويت. الجماهير العراقية عادت أيضا واستذكرت شهادات الجماهير الكويتية اللي كانت متواجدة في البصرة أثناء بطولة خليجي 25. لنشاهد هذا الفيديو. كيف أجواء الملعب وكيف المباراة كانت؟ والله حمد. إن شاء الله مرتاحين متونسين. أول شيء مرتاحين الحمد لله، وكان الجو كله حماس على أعصابنا قاعدنا. كيف شفت البصرة؟ والله أحلى ما فيها شعبها، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا. البصرة حلوة بأهلها، والأجواء ما شاء الله عليها 100%، والملعب عاش ديكم عليه. مرتاح إن شاء الله متونس. شعب طيب والله، شعب مضياف وشعب طيب، اللي يمسكنا يمسك فينا ما يهدنا. خصب وصلنا للملعب من الناس، من سفوان لحد ما وصلنا هنا، اللي يمسكنا ما يهدنا. وايد تهبل والأجواء حدها حلوة، ويعطيكم العافية على التنظيم الحلو. كيف شفت أهل البصرة؟ أهلنا حبايبنا أهل البصرة. والله أجواء حلوة وما شاء الله، يعني منظمين وزارة الداخلية ما قصروا معانا، المباراة كانت وايد حلوة. بالعكس يعني عند المنفذ السفان تساهيل في الإجراءات، والحمد لله يعني وزارة الداخلية.